أهلا بحضراتكم، وصلنا في الفقرة القبل الأخيرة مع حق الجماهير. كابتن محمود الخواجة اللي مشرفنا النهاردة على شاشة قناة النادي الأهلي، وإحنا بنشكره على حضوره معنا. وفي نفس الوقت أنا بقول لو جالي طلبوني في قناة النادي الزمالك هروح نادي الزمالك، بس يبقى عارفين إحنا هنتكلم في إيه. إحنا بنتكلم في مواضيع كتيرة جدا وهامة جدا. إحنا لا عندنا تعصب ولا عندنا ده أهلي لا ده زمالك لا ده مش عارف إيه. نشيل من دماغنا حتة التعصب بقى، عايزين الجماهير ترجع تاني في المدرجات، ما يبقاش في فاصل بين الجماهير زي ما بنشوف دلوقتي في كل الدنيا كلها. نتمنى ان شاء الله ان الحلقه دي تسيب اثر مع الجماهير ومع الناس. كابتن خواجه، هنبدا دلوقتي برسائل الجماهير ليك اللي هو حق الجمهور، هو هيسال وانت تجاوب. جاهز؟ جاهز. اتفضل يا ابو حميد. انت فين دلوقتي؟ سبت مجال الكوره في التدريب في الاداره؟ يعني عايزين نعرف انت فين بس. دلوقتي انا موجود في النادي في اللجنه الفنيه في النادي دلوقتي. بعيد موجود في النادي بس بعيد عن التدريب شويه. بعيد عن التدريب لاسباب صحيه. ربنا يديك الصحه يعني. والعافيه الحمد لله. اللي بعده بالنسبه يعني الوقت الحالي، انهي اصدقاء اللي انت محتفظ بيهم من لعيبه الاهلي؟ سؤال حلو. طبعا انا محتفظ بصداقه كل لعيبه النادي الاهلي، الجيل بتاعك كله. كلهم طبعا، حضرتك والكابتن محمود. حلو حضرتك دي. انت هتاكل ضرب بعد الحلقه دي. سيادتك طيب. طب انت يا مصطفى. ايوه كل الجيل بتاعك كده طبيعي. كل الجيل بتاعك الرجال بتاع. طبعا لغايه دلوقتي. ربنا يديم المحبه يا رب بينا. اللي بعده كابتن محمود الخواجه، سموك خواجه ليه؟ انا اسمي خواجه بس انت خواجه اصلي. احب اسمع منك الاجابه. كده سموني كده شبهه. انت شبهه. شبه بعض يعني. احنا ما هو ما سموني، ما انا قلت لك كابتن فار كان بيتلخبط بيني وبين مجدي سالم. مجدي سالم فكان بينسى اسمي، فكان يجي مجدي وبعدين يقول لي تعالى يا ابني انت كده شبه الخواجات. انت تعالى خواجه كده. فطلعت كده يعني. طلعت كده سوري. فطلعت اسمي يعني. اللي بعده مين يعني احسن لاعب في تاريخ نادي الزمالك جه في العصر القديم او الحديث يعني؟ هو كابتن حسن شحاته. كابتن حسن. كابتن حسن شحاته. وكان في كابتن طه بصري برضو الله يرحمه يعني. اللي بعده هل انت كنت تتمنى تلعب في هذا الوقت ولا في الوقت اللي انت كنت بتلعب فيه؟ لا والله انا اتمنى كنت في الوقت القديم بتاعنا احسن. دلوقتي في فلوس بتاع بس حدش فاكر حد. انا الجو الزمن بتاعنا احسن كتير، على الاقل كان في احترام وود وحب يعني. اللي بعده ليه خلافاتك كتيره مع الكابتن فاروق جعفر؟ ده جاب لك من الاخر. ده قصدك؟ لا انا عمري ما كنت في خلافات بيني وبين فاروق. مفيش خلافات بينك وبين خلافات ممكن في الملعب بتاع نرفزة الملعب بتاع الكلام ده كله. كنت تلعبها كده، لا ما تلعبش كده كده يعني. انا بقى مثلا انا كابتن فرقه، هو عايز ينزل هو الكابتن، انا كابتنك انت عايز ينزل انزل يعني. كان حاجات بسيطه يعني. ما انما الوقت الحالي كل حاجه زي تمام زي ما الحمد لله ما فيش حاجه. ربنا ما يجيب حاجه وحشه. اللي بعده سمعتها ان هو بيحب ينام كتير جدا لفترات طويله، فبستفسر ايه سبب العاده الكبيره ديت؟ انا قلت للناس اهو. وانت اللي قايل لهم. قايل لهم فين؟ اهو. ايه سر النوم الكتير؟ والله دلوقتي يا مصطفى شوف النوم الكتير ده بتاع الاول ده، دلوقتي انا ما بنامش 4-5 ساعات على بعض. دلوقتي؟ ده ما بتنامش اكتر من 5 ساعات؟ عشان نمت زمان كتير.
بتخلص اللي عندك يعني. والله مثلا بنام دلوقتي مثلا الساعه 10 10 ونص بكتير اهو، تلاقي 4 وربع 4 وثلث صاحي، 4 ونص بكتير اهو صاحي مكمل بقى، وافضل بقى كده يعني. اليوم بتاعي بيبتدي من الساعه 4 الساعه 4 الفجر. ربنا يديك الصحه والعافيه. احنا خلصنا من حق الجماهير، الاسئله سهله اهي. لا لذيذه. طيب. ناس محترمين جميل.